البترول تعلن زيادة أسعار المنتجات البترولية وبنزين 92 و80 يرتفعان إلى 6.75 جنيهات و5.50 جنيهات للتر. احتفالات المصريين تتواصل في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، والحدائق والمتنزهات تشهد إقبالا ملحوظا. القوات اليمنية تدخل مطار الحديدة وتواصل معاركها لاستعادة كامل المدينة. إخبارية جديدة تأتيكم من أونلايف، أهلا بكم. ومن العناوين إلى التفاصيل، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية زيادة أسعار المواد البترولية اعتبارا من الساعة 9 من صباح اليوم. وبحسب بيان للوزارة، فقد ارتفع سعر بنزين 95 إلى 7.75 جنيهات للتر، في حين ارتفع سعر بنزين 92 إلى 6.75 جنيهات للتر. أما بنزين 80 فقد بلغ 5.50 جنيهات للتر. كما تقرر رفع سعر أسطوانة البوتاجاز للاستخدام المنزلي إلى 50 جنيها و100 جنيه للاستخدام التجاري. من جهته، أكد وزير البترول طارق الملا أن تحريك أسعار الوقود سيوفر 50 مليار جنيه للدولة، وسيسهم في ترشيد استهلاك المواد البترولية بنحو 5%. وأوضح الملا في بيان أن قرارات تصحيح منظومة دعم المنتجات البترولية ليست هدف في حد ذاته، وإنما إجراءات حاسمة تتخذها الدولة للحد من الآثار السلبية التي خلفتها منظومة الدعم المشوهة التي استمرت على مدار سنوات طويلة. ولمزيد من تسليط ضوء أكثر، معنا عبر الهاتف الآن السيد حمدي عبد العزيز المتحدث باسم وزارة البترول. مرحبا بك أستاذ حمدي. يعني الحديث عن تحرك أسعار المواد البترولية، إلى أي مدى سيسهم في ترشيد استهلاك هذه المنتجات البترولية التي تصل لحوالي 5%؟ أنا عايز أقول لحضرتك أن احنا طبعا الموازنة كانت بتاعة 18-19 كان محطوط فيها الدعم البترولي 89 مليار جنيه، وعلى اساس سعر برنت 17.25 وسعر برنت 67 دولار للبرميل، وسعر سعر الصرف 17 جنيه وربع. احنا عايزين ناكد ان البرنامج بتاع تصحيح دعم المنتجات البتروليه وتصحيح نظام تسعير المنتجات البتروليه المشوه اللي كان مطبق، احنا ما فيش سلعه في الدنيا بتتباع باقل من سعر التكلفه. احنا عايزين نوضح ان احنا بنحاول ان احنا بنكفي 70% من احتياجاتنا و30% بيتم الاستيراد، فبالتالي انت معرضه لعوامل خارجيه خارجه عن ارادتك. سعر الصرف خارج عن ارادتك، سعر البرنت في السوق العالمي خارج عن ارادتك. الحاجه الوحيده اللي هي ممكن تبقى حضرتك في اطار ارادتك ان انت تقللي حجم الاستهلاك، اللي هو لان طبعا كل ما السلعه بتبقى اقل من تكلفتها الحقيقيه كل ما بيحصل فيها اهدار وسوء استخدام. البرنامج الدعم المنتجات البتروليه ده برنامج الحكومه اعلنته للمواطنين منذ عام 2014، بيطبق على 5 سنوات، تم تطبيق 3 مراحل قبل كده، ودي المرحله الرابعه اللي احنا بنستهدف ان احنا نوفر تقريبا من الدعم حوالي 50 مليار جنيه، لان طبعا الدعم كان واصل حوالي في
في ال 140 مليار جنيه، فاحنا في بنحاول نستهدف ان احنا نقلل 50 مليار عشان نقدر نوصل للدعم اللي موجود في الموازنه اللي هو تقريبا حوالي 90 مليار او 89. فاحنا بناكد ان منظومه الدعم بنحاول نصحح التسعير الحالي اللي موجود وفقا لبرنامج معلن، وفي نفس الوقت الدوله اخذت اجراءات للحمايه الاجتماعيه. احنا عايزين نوضح ان في عدد من الاجراءات اتعملت سواء بالنسبه للتضامن الاجتماعي، سواء بالنسبه لبطاقات التموين، سواء بالنسبه لزياده المعاشات والاجور، عشان كل دوت عشان نقدر نقلل شويه من الاثار عفوا من الاثار السلبيه مترتبه على زياده الاسعار على محدود الدخل. احنا عايزين نوضح برضه ان في الخمس سنين اللي فاتوا الدعم المنتجات البتروليه وصل اكثر من 500 مليار جنيه، لم يستفد منه المستحقين للدعم، واللي استفاد منه الاغنياء والاكثر قدره على الاستهلاك. فدي ده في اطار تصحيح العداله الاجتماعيه نقدر نوفر المبالغ اللي هيتم توفيرها من الدعم، نقدر نوجهها الى التعليم والصحه والاسكان. دي كلها في خطه متكامله الحكومه بتنفذها في برنامج اطار البرنامج الاصلاح الاقتصادي. نعم، يعني سيد حمدي، يعني الحديث هو ايصال الدعم لمستحقيه وان يكون هناك عداله اجتماعيه، وايضا لي يعني كما فهمت من حديثك هو برنامج للتصحيح او تصحيح التسعير. الى اي مدى سيلقي بظلاله بشكل مباشر على المشروعات التنمويه وايضا على يعني المواطنين من محدودي الدخل من خلال الصحه والتعليم كما ذكرت في معرض حديثك؟ صح، فيما يتعلق ب قدر القصه التنمويه اللي بتقوم بها الدوله، احنا عايزين نقول ان نظام الدعم الحالي كان بيؤدي الى وجود عجز لدى قطاع البترول عشان يقدر يعمل المشروعات بتاعته سواء في التكرير او سواء في البنيه الاساسيه او حتى فيما يتعلق بالانتاج، لان انت طبعا لما بيكون عندك عجز سيوله اللي بيحصل بالظبط ان انت ما بتقدريش تدفعي مستحقات الشركاء الاجانب، وده اللي حصل وتراكم المستحقات وصلت في 2013 الى حوالي 6.3 مليار دولار. طبعا احنا خفضنا هذا الرقم حاليا الى حوالي 2.4، عشان كده شايفه الشركاء الاجانب بيعملوا تنميه للحقول، في زياده في الاكتشافات، في زياده في الانتاج، في زياده في الاستثمارات. فبالتالي انت لما بتصلحي منظومه الدعم ده بيعود بصوره مباشره على قدره قطاع البترول ان هو يزود انتاجه، ان هو يوفر الطاقه اللي هي عصب التنميه الاقتصاديه يوفرها للمشروعات. فيما يتعلق بالمواطنين، المبالغ اللي هيتم توفيرها من قيمه الدعم تقدري توجهيها مباشره للمجالات اللي هيستفيد منها المواطن اللي هو المفروض يوصل له هذه المبالغ من الدعم، في صوره تحسين الصحه، تحسين التعليم، تحسين النقل، تحسين الاسكان الاجتماعي. كل ده هيساهم في خطه الدوله لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتعود مباشرة بصورة مباشرة على تنفيذ مشروعات سواء المشروعات القومية أو مشروعات، بما يؤدي إلى توفير فرص عمل للشباب وتوفير فرص عمل. كل دوت هيؤدي أيضا إلى خفض نسبة التضخم، وفي نفس الوقت برضك هتساهم هيئة البترول تقدر تزود الإنتاج المحلي بتاعها من المنتجات البترولية. أنا عايز أقول إن الوزير دلوقتي المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية حاليا موجود في معمل تكرير اسيوط، هيقوم بجوله في المشروعات، في جوله في مصانع التعبئه ومصانع شحن المنتجات البتروليه، عشان خاطر يتاكد من المنتجات توافر تداول المنتجات ووصولها الى السوق البترولي. جوله ميدانيه في منطقه مصدره البتروليه، وهيعمل جوله ميدانيه في مصنع تعبئه البوتاجاز في القطاميه، ده مصنع كبير جدا لتعبئه البوتاجاز تابع لشركه بتروجاز. في نفس الوقت الوزير ان شاء الله هتوجه الى الغرفه الرئيسيه للعاملات في هيئه البترول، بيقدر من خلالها يتابع تداول المنتجات البتروليه ووصولها من محطات الشحن الى محطات التموين والخدمه. نعم. المنتشره في جميع الاحوال. استاذ حمدي، انطلاقا من هذه النقطه تحديدا، بالطبع هناك اجراءات من قبل وزاره البترول لان يكون هناك رقابه على هذه المحطات الخاصه بالوقود، كيف حال هذه الخطه المتبعه او المفترض ان تكون قد يعني تمت من خلال وزاره البترول؟ لا،
لا هو طبعا المراقبه، مراقبه المحطات وضبط الجشعين اللي بيحاولوا ان هم يحققوا مبالغ غير مشروعه، دي ان شاء الله في تنسيق كامل، لان دي مهمه مفتشين التموين ومباحث التموين، وفي تنسيق كامل من خلال مجلس الوزراء، ان كل الساده المحافظين طبعا كلهم في محافظاتهم، ان كل ده يبقى فيه مراقبه ومتابعه للاسواق لمنع المستغلين ومنع ان الناس تحاول ان هي تحصل على مكاسب غير مشروعه نتيجه زياده الاسعار. صحيح، اذا يعني هو تحرك في اسعار المواد البترول له عده اهداف كما ذكرت، هو ايصال الدعم لمستحقيه وتحقيق العداله الاجتماعيه وتصحيح التسعير وترشيد ايضا استهلاك المواد البتروليه التي ستنعكس بشكل كبير في توفير الطاقه التي تمثل عصب التنميه وخفض التضخم. هذا ما قد ذكرته السيد حمدي عبد العزيز المتحدث باسم وزاره البترول، نشكرك جزيل الشكر. يواصل المصريون الاحتفالات بثاني أيام عيد الفطر المبارك، وشهدت الحدائق والمتنزهات العامة إقبالا ملحوظا من جانب المواطنين رغم ارتفاع درجات الحرارة، كما شهدت المواقع الأثرية إقبالا من جانب الرواد تعبيرا عن فرحتهم بالعيد. هذا وشهدت البلاد حالة من الاستنفار الأمني تزامنا مع احتفالات المصريين بعيد الفطر المبارك. إذن مشاهدينا الكرام، ننتقل مع شبكة مراسلي أون لايف لرصد أجواء احتفالات عيد الفطر المبارك في ثاني أيام عيد الفطر. معنا مراسلتنا جرمين إبراهيم، وأيضا معنا عمر نور الدين. صباح الخير جرمين وصباح الخير عمر، وكل عام أنتم بألف خير بمناسبة عيد الفطر المبارك. هناك أجواء واحتفالات كبيرة من قبل المواطنين بعيد الفطر المبارك، ولكل مكان طابع خاص، فلتحدثينا أولا جرمين عن أجواء الاحتفالات في الساعات الأولى من صباح اليوم. صباح الخير لبنى، كل عام وانت بخير وكل مشاهدينا بخير. يعني الاجواء في حديقه الاورمان بتسيطر عليها اجواء العيد بشكل كبير، فخاصه انه حديقه الاورمان هي واحده من اكبر الحدائق النباتيه في العالم، بتضم مجموعه كبيره من الاشجار والنباتات النادره التي تتجاوز اكثر من 100 فصيله، الى جانب ايضا استحداث انواع جديده من النباتات والاشجار المختلفه عن طريق قسم تبادل البذور. فكل هذه الأشياء بتجعل الحديقة الحقيقة مميزة ووجهة للزائرين، ليس فقط في فترات الأعياد ولكن في طوال أيام السنة. الحقيقة أنه حديقة الأورمان وإدارة حديقة الأورمان اتخذت عدد من الاستعدادات من أجل استقبال عيد الفطر المبارك واستقبال المواطنين في العيد، وخاصة أن الحديقة بتفتح أبوابها في تمام الساعة 9 صباحا حتى 5 مساء، فتم التأكد من جاهزية كل الخدمات التي تقدم للمواطنين فيما يضم ذلك منطقة الألعاب، وخصوصا أن هناك منطقة خاصة للألعاب للأطفال. أيضا التأكد من جاهزية المسطحات الخضراء وإلغاء الأجازات الخاصة بالعاملين لتواجدهم في داخل الحديقة طوال أيام العيد تسهيلا على المواطنين، إلى جانب يعني بالتنسيق مع محافظة الجيزة توزيع على المواطن أثناء دخوله إلى الحديقة أكياس قمامة سوداء من أجل أن يلقي فيها أي مخلفات حفاظا على نظافة الحديقة طوال أيام العيد. أيضا تم التنسيق مع هيئة الإسعاف في محافظة الجيزة لتواجد عربات إسعاف داخل الحديقة لا قدر الله في حالة حدوث أي شيء طارئ. أيضا التنسيق مع يعني وزارة الداخلية والشرطة المصرية لتواجد أفراد الشرطة بالتعاون مع أفراد الأمن الإداري للسيطرة على أي محاولات للخروج عن نظام الحديقة. الحقيقة أن الإقبال كبير من المواطنين من يعني ساعة أو من أول ما فتحت الحديقة أبوابها لاستقبال المواطنين في تمام الساعة 9، ربما منتظر يعني أن يزيد الإقبال. يعني اليوم نعلم أن درجات الحرارة مرتفعة تصل ربما ل 32 درجة، ولكن يعني برغم هذه درجات الحرارة المرتفعة الحقيقة كان في إقبال من المواطنين على زيارة الحديقة، وخاصة أن المساحات الخضراء بتسيطر على نسبة كبيرة من مساحة الحديقة اللي بتصل ل 28 فدان، وهناك يعني أماكن
بها ظل كبيرة جدا في الحديقة، خاصة مع ضخامة الأشجار المتواجدة، فبتعطي جو يعني معتدل للمواطنين حتى وإن كانت درجات الحرارة مرتفعة بشكل أكبر. يمكن الأسر بتظهر في المشهد هنا داخل حديقة الأرمان، يعني أيضا مع انخفاض أسعار التذكرة اللي بتصل ل يعني 2 جنيه، فلذلك هناك إقبال حقيقة من المواطنين، وربما بنشهد زيادة في الإقبال خلال الساعات القادمة. أعود إليك مرة أخرى في الاستوديو. يعني هي صورة ملونة من خلفك ومنها يعم الفرحة والسعادة من قبل المواطنين في التواجد في حديقة الأرمان رغم ارتفاع درجات الحرارة اليوم. إذا ننتقل الآن مشاهدينا الكرام إلى زميلنا عمر نور الدين من الحديقة الدولية. صباح الخير عمر مرة ثانية، وكل عام أنت بألف خير، وبالطبع هناك أجواء لاحتفالات بعيد الفطر المبارك، ولكن الحديقة الدولية تتميز ببعض الأشياء المختلفة عن نظيراتها من باقي الحدائق الأخرى، فلتحدثنا عن التفاصيل، وأيضا ارتفاع درجة الحرارة يؤثر على تواجد المواطنين أم لا؟ ابن كل عام انت بخير والمشاهدين جميعا. ثاني ايام عيد الفطر يزداد الاقبال هنا في حديقه الطفل او الحديقه الدوليه، الحديقه الاكبر في القاهره بين 31 حديقه متخصصه، هي الاكبر فيها ولعلها الاكبر في القاهره الكبرى وربما احدى اكبر الحدائق في مصر قاطبه. نتحدث هنا عن 55 فدان معظمهم مغطون بالمساحات الخضراء. الأجواء هنا يعني تتوزع بين الاستمتاع بالظل حيث أقف، يعني المداخلة السابقة كنت أقف في الشمس، جزء من الموجودون هنا يعني أو الموجودين هنا هم الأطفال يلعبون الكرة ولا يعتنون طبعا بمسألة حرارة الشمس، المساحة الكبيرة تتيح لهم اللعب بحرية. الجزء الآخر الذي يقف في الظل أو في الظل كما أقف أنا الآن يفترش الحدائق والحشائش حتى يستطيع أن يستمتع بدرجة حرارة أقل. الميزة هنا أن المنطقة أو الحديقة هي أعلى بقليل عن مستوى المنطقة المحيطة، وبالتالي توفر درجة حرارة ربما أفضل قليلا، لعل ذلك يظهر في حركة الرياح مع أوراق الشجر. مسألة أخرى أن لا يقتصر فقط الأمر هنا على المساحات الخضراء والدخول الذي تكلفته 5 جنيهات، هكذا هو الحال في 31 حديقة متخصصة بالقاهرة، لكن أيضا هناك أنشطة بين قوسين مجانية أو بدون مقابل. المسرح القومي لأول مرة يقيم في هذا اليوم وسيستمر غدا وبعد غد عرض أوبرات أنتيكا، وأيضا في الساعة 6 مساء وفي الساعة 7 عرض طبول النوبة. هذه العروض ستستمر اليوم وغدا وبعد غد، هذا فضلا عن منطقة حديقة الحيوان التي استحدثت قبل سنة ونيف، بها يعني أكثر الحيوانات التي تشد الأطفال وتجذبهم نحو الاقتراب يعني اللعب معها. هذه التذكرة للأطفال 5 جنيهات لهذه الحديقة الحيوان و10 جنيهات للكبار، فضلا عن مسائل أخرى، مثلا التحرك بالقطار الذي يجوب 55 فدان طوال اليوم. أخيرا مسألة الإقبال هنا هي أمنة بشكل كبير، المؤشر يقول أن الحدائق المتخصصة لم تسجل تقريبا ولا حالة تحرش العام الماضي، هذا هو الحال حتى هذه اللحظة، فضلا عن أن هذا يتماهى مع وضع القاهرة التي سجلت ربما البارحة فقط بحسب القومي للمرأة حالة تحرش واحدة، لكن هنا على الأقل لم تسجل أي حالة، والأوضاع لا أحد بات يفكر في أو يعني يقلق بهذا الشأن، لأن هناك الأمن الإداري الذي يتوزع وهو طبعا يلبس لباسا مدنيا لا يعرف، فضلا عن الشرطة الموجودة والتي تجوب بعناصرها طوال الوقت داخل 55 فدان هنا بهذه الحديقة و30 الحديقة الأخرى، فضلا عن الأمن أو فضل سيارات الإسعاف أطقم الهلال الأحمر المتواجدة تستطيع أن تتعامل
تتعامل مع اي مشكله. الشرطه النسائيه موجوده بالخارج، وبالتالي كافه العناصر هي مكتمله هنا، حتى الخدمه يراد لها ان تقدم بشكل فائق. نعم عمر، يعني من يريدون ان درجه الحراره يعني تبدو اقل بشكل كبير في الحديقه الدوليه، وهناك ايضا ما قد لاحظناه معك في هذه الصوره، هناك حفاظ على النظافه العامه في الحديقه الدوليه. نشكر الزميل عمر نور الدين كان معنا من الحديقه الدوليه، ونشكر ايضا الزميله جرمين ابراهيم كانت معنا من حديقه الاورمان. اذا مشاهدينا الكرام، هي صوره ملونه مفعمه بالفرحه والسرور والبهجه من قبل المواطنين في احتفالاتهم بعيد الفطر المبارك. وفي اليمن، اقتحمت القوات اليمنية المشتركة بإسناد من قوات التحالف العربية حرم مطار مدينة الحديدة الاستراتيجي بعد معارك مع ميليشيات الحوثي ضمن عملية عسكرية لتحرير المدينة انطلقت قبل 3 أيام. هذا وتتواصل عملية تطهير المطار ومحيطه من الألغام والعبوات الناسفة. يأتي ذلك في وقت ارتفع عدد قتلى مسلحي الميليشيات إلى 390 شخصا وإصابة أكثر من 600 آخرين منذ بدء عملية تحرير الحديدة. هذا وكثفت طائرات التحالف العربي غاراتها الجوية على مواقع المتمردين في جبهة الساحل الغربية، واستهدفت معاقل للحوثيين قرب جامعة الحديدة والخط الساحلي الواصل إلى أطراف مديرية الدرهمي. وصل المبعوث الأممي لليمن مارتن جريفيث إلى العاصمة صنعاء للقاء الحوثيين، وقالت مصادر مقربة من المبعوث الأممي إن جريفيث سيجري لقاءات مع القيادات الحوثية وسيعرض شروط التحالف العربي على الحوثيين من أجل وقف معركة الحديدة. وقد دعا المبعوث الأممي في وقت سابق إلى ضبط النفس، مشيرا إلى أن التصعيد العسكري في الحديدة مقلق للغاية ومؤثر على الصعيدين الإنسانية والسياسية. وجهت دولة الإمارات بتسيير جسرا من المساعدات الإغاثية إلى مدينة الحديدة عقب تحريرها، ويتضمن الجسر 10 بواخر وثلاث طائرات في إطار الاستجابة الإنسانية الفورية لتوفير المساعدات العاجلة لأهالي المدينة. قالت وزارة الخارجية الأمريكية أنها ستتخذ إجراءات حازمة وملائمة ردا على ما وصفته بانتهاكات الحكومة السورية في منطقة خفض التصعيد بجنوب غربي سوريا. وقالت الخارجية الأمريكية في بيان لها إن أي إجراءات عسكرية للحكومة السورية في منطقة خفض التصعيد ستنذر باتساع الصراع، مشيرة إلى أن ترتيبات وقف إطلاق النار واتفاق خفض التصعيد تهدف لإنقاذ الأرواح وتهيئة الظروف للنازحين للعودة إلى وطنهم سالمين. أعلن الجيش التركي مقتل 26 من مسلحي حزب العمال الكردستاني في ضربات جوية على منطقة جبال قنديل في شمال العراق. وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هدد في وقت سابق باجتياح جبال قنديل في العراق بذريعة ملاحقة ما وصفه بجماعات إرهابية كردية. مشاهدينا الكرام، لن يتبقى إلا التذكير بأهم العناوين. البترول، تعلن زيادة أسعار المنتجات البترولية وبنزين 92.80 يرتفعان إلى 6.75 جنيه و5.50 جنيه للتر. احتفالات المصريين تتواصل في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، والحدائق والمتنزهات تشهد إقبالا ملحوظا. القوات اليمنية تدخل مطار الحديدة وتواصل معاركها لاستعادة كامل المدينة. شكرا لكم، إلى اللقاء.